يقول هكذا إذا سويت هالشكل يعطوك، إذا سويت هالشكل يعطوك، إذا سويت. أما هنا يقول لا هنا. ولهذا أنتم إذا تقرؤون كتابي التقوى في القرآن، أنا ركزت على هذه النقطة، قلت بيني وبين الله القرآن الكريم يجعل ماذا؟ يجعل آثار التقوى في الدنيا قبل ماذا؟ قبل الآخرة. ومن يتق الله يجعل له فرقانا، مو في الآخرة، مو هنا في الدنيا، في الدنيا. ولهذا أعزائي بقدر ما تستطيعون اسحبوا الناس إلى البعد ماذا؟ إلى الرؤية العرفانية. وعندما أقول عرفانية مو العرفان النظري، وإنما العرفان ماذا؟ ها؟ العرفان النظري بما هو مقدمة للعرفان العملي، للسلوك، للتقوى، للذكر، للارتباط بالله. أنت تجد بأنه ما تحتاج أنت تقول له بأنه تعال إلى الدين، هو يعشق الدين، لأنه يرى لذته، لذة هذا الدين يجده أين؟ يجده بينك وبين الله. احنا يحتاج واحد يقول لنا عندما يصير الساعة الثانية بعد الظهر أو ثلاثة بعد الظهر، أدعوكم تعالوا إلى الغداء. لا مولانا، أنت تركم إلى الطعام مولانا، لأنك ذقت ماذا؟ ها؟ ذقت عسيلتها، ذقت طعمها، لذتها موجودة تحته. ولكن لأنه العبادات لذتها موجودة عندنا أو غير موجود، موجودة أو غير موجود، غير موجودة، شو نسميها بالفقه؟ تكاليف. ما هو أصلا وكأنه من يقول لك صلاة الصبح أنت تشيل هم ولا. ليش؟ لأنه أنت تذوق أو لا تذوق. ومن هنا يتضح لماذا لك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول أرحنا بلا يا بلا. رسول الله كان عشقه حبه أين؟ ها؟ وين؟ في الصلاة، في الصلاة عزيزي. هذا اللي الآن في ثقافتنا الدينية موجود لو محذوف، هذا محذوف. ولهذا تجد الناس يقتربون من الدين لو هيا يبتعدون. أنت مولانا بخمسين حبل لابد تجره إلى أن يقوم بعمل.